الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم كما وعدتكم نبدأ في سلسلة الأزمنة، نشرح الأزمنة اللي داخلة علينا في الجيل الثاني في المقرر الدراسي تاع الرابعة متوسط. والزمن هو البريزنت بيرفكت. أولا لازم تعرفوا بلي البريزنت بيرفكت هو زمن مركب، زمن مركب. ثاني شيء، في الآونة الأخيرة ما عادوش يعطيوكم في التصريف، ما يقولكمش put the verb between brackets ويذكر لك من الزمن، لا، عادوا يعطيكم إشارة تدل على هذاك الزمن، معناتها يعطيك إشارة في sentence تعرف أنت من هذيك الإشارة ما هو زمن، يعني تعودوا على هذا. present perfect عادوا إشارة تحفظوهم سهلين: since, for, just, already, yet, ever, never. since, for, just, already, yet, ever, never. كل واحدة عندها معنى بهم هما، تعرفوا بلي حين حطوا present perfect. دور كان نستعملوا present perfect اللي حطوه هنا، نستعملوا في life experience كما هذيك bad day in my life، نستعملوا present perfect كي نكسبوا فيها. تفهمنا experience هي تجربة في حياتك مرت بها. نستعملوه long time to talk long about talk about period long how long، كم المدة التي استغرقت في عمل ما، بقيت في مكان ما، درست شيئا ما. new recent event الأشياء present هي طولوا كما نقول المضارع المكتمل، مضارع مكتمل يعني هذا وين خلص، هذا وين خلص، يعني recent event هذا وين صارت الحاجة، هذا وين خلص، هذا. تفهمنا؟ أوكي، دركا نهضروا على الستركتور، نتعلموا كيف نديروا الستركتور تاعك يعطوني فير بتوين براكتس، ومن بعد نتعلموا كيف نحطوا هذو في الجملة. حنا نتعلموا الستركتور عادية ساعتها، ومن بعد نتعلموا كيف ندخلوهم في الجملة. قلنا حنا present perfect هو زمن مركب، معناتها لازمني have، تسمي to have في present plus participle. have تربيك في هنديرو I, you, they, will, we plus have plus past participle. she, he, is plus has plus past participle. معناتها كي يعطيوني الverb entre parenthèses وعندي علامة من علامات هادو، حنفهم بلي حنحط present perfect. يحط في بالي بلي راح نجيب يها في هذا على حسب السوجي اللي يعطيهولك، حنجيب للverb تاعي وش نجيب له have ولا has على حسب السوجي، والverb تاعي هذا نجيب له participle passé. الverb entre parenthèses نكتب قبله have ولا has، وهو نجيب له الparticipe passé تاعو. الparticipe passé تاع regular verbs اللي يعني العاديين افعال المنتظمه هو اودي، الverb تاعي نزيد له اودي وخلاص. irregular verbs عندكم ليست تحفظوها، معناتها irregular verbs هما دي verbs متغيره. مثلا عندنا مثلا الverb see to see participe passé تاعو seen. تفهمنا regular verbs ما عندكم حتى مشكله فيها ديروا ايدي. في النفي نشوفوا شا أمثلة مع بعضنا بعد نفيو. I have spoken to him، أنا عطوني الverb speak entre parenthèses مثلا، وعطوني واحدة من هادو اللي تدل عليها أن راني في present perfect. واش درت؟ حطيت ال I خاطر تمشي معها have، و speak جبت ال participati تاعه هو spoken. I have spoken to him. تفهمنا؟ We have finished all my home all our homework. حنا عنا finish regular verb، ها حطولك entre parenthèses وحطولي معاه ال we. تفهمت بلي نحطلو ال we، نحط لها الهاف ونحط الأودي. أفون أفون معذرة. دركا عندنا she has lost her car keys. she has lost her car keys حنا عطانا lose those irregular verbs participasi تاعو lost، حطيت الهاز خاطر شي. هذه لا ستركتور عادية جدا، يكفيكم أنكم تكونوا تعرفوا لي participasi تاع irregular verbs. lose verb معناتها يخسر، ولكن هنا بمعنى أضاعت، هي أضاعت، لقد أضاعت مفاتيح سيارتها. دركا النيجاتيف فورم سهلة، كون يعطيك verb فيه not finish وانت فهمتو بلي فيه راح نخدم بالpresent perfect. أنا واش ندير؟ نكونجيكي عادي الverb تاعي، نجيب له have ولا has، ننفيهم ونحط participe passé عادي، تما ما عندي حتى مشكلة. I haven't finished، فننفي هنا نحط have ولا has ونحط معاه من not، وهذا نجيب له participe passé. I haven't finished. متى عطوني الverb to be؟ نهتو سي هنا يمتى not see. see participasi تاعو seen، ولا وشي تمشي معها has ونفيتها. she hasn't seen her father. معناتها عندي I و they و we و you. عفوا haven't plus past participle. she و he و it plus has not plus past participle. تحبو تكتبو has not، تحبو تكتبو hasn't. في النفي نكونجيكي الverb تاعي عادي ونزيد ال have not. has دركا نتعلمو كيفاه نحطو هادو علامات اللي انا سميت لكم علامات، خاطر لانه كي تشوفون تحطو present perfect، ولكن عندي ربعه لازمني عندهم مكان محدد يتحطو فيه. عندي الجاست والالريدي والها والايفر والنيفر، ها
هاد وين يتحطوا نكونجيغي نورمال نحط الهاز تاعي الا كانت عندي اونريدي نحطها وراها نحطها البارتيسيباسي معناتها هاد وين يجيو يجيو بين البارتيسيباسي اللي هو هاف والباس بارتيسيبول تاعنا نقول سابجكت بلاس هاز ولا هاف بلاس جاست ولا اونريدي ولا نيفر ولا ايفر درك انا هنايا شفت بلي جاست هي بريزنت بيرفكت نقول شي هاز جاست ارايفد هير she has just arrived here معناتها just وهادو كامل واحد فيهم كيطيح لكم تحطوا لهم اونتر الهاز والarrive درك they have already finished working they have already finished working انا عندي already في الجمله تاعي واش درت حطيتها بين الهاف وحطيتها بين participle تاعي مثلا هو يعطيك she just arrived here she just arrived here انا كي نحط هنايا نحط لازم قلنا نجيبو هذا regular verbs نالو ادي وهذا just نحط انا she has just arrived she has just arrived هاي she has just arrived هاي we have never been to England we have never been to England لم نذهب ابدا الى انجلترا this is the best city I have ever visited this is the best city I have ever visited عندي regular verb تاعي تدنالو ايدي وجبت الهاف ولكن حطيت قبله ever معناتها كي يعطيوني هادو في الجملة لازم يجيو between الاوكزيلوري ولا البارتيسيب باسي المفروض مفهومه هذه بقاو لنا واش بقى لنا فور و سينس ويات هادو ما يقلقوكمش على هادو علامه البريزنت بيرفكت ولكن يكونكم في اخر جمله معناتها غير كي نشوفهم معناتها حاضر بريزنت بيرفكت بصح ما يقلقنيش المكان تاعهم خاطر دائما يجوك في اخر جمله يعطيك مثلا فيرب تو ليف اون بارونتيز ويعطيك فور في الاخر كي تشوفوا فور هذه معناتها نحط بريزنت بيرفكت اي هاف ليفد هير فور 3 ييرز بيريود اوف تايم She has been in America since 2017. كيشت since وشت for حطيت present perfect. هما علامات present perfect فقط. علامات فقط. هادو تاني علامات ولكن عندهم ما كانوا محددون يتحطوا. أنا درك الكوشن. الكوشن مثلا how long. How long على واحد نسقيه على period. إذا أعطاوكم وفطروا لكم على 4-3 years. هذه المدة. أنا نطرح بها على how long. عندي استخدمتي ونخدم بها تاني. عندي how long. ومن بعد نجيب الهاف ولا الهاز تاعي نحط السابجكت نحط باست بارتيسيبل هاو لونغ هاف يو بين هير هاو لونغ هاف يو بين هير معناتها انا جبت البين تاعي هذه عفوا جبت الهاو لونغ حطيتها لهنا وعكست السوجي ولا لوكسيلياري برك جبت الهاو لونغ وتعكس السابجكت ولوكسيلياري نجيب هاو لونغ ونعكس لوكسيلياري والسابجكت فقط هكذا نكونوا خلصنا البريزنت بيرفكت ارجو انه كنتو فهمتوا والى اللقاء مع السلسله القادمه اللي هي باست وباست كونتينيوس جود لاك شير يور ذا فيديو اند ليت مي ا كومنت اف يو وونت اني اذر تنسز شكرا للمتابعه وصحه طولكم